في ديرة اخوان روضة مرحبا بالضيوف اللي من البذ جات وحطت رحالها اخواننا في الخليج مطوعين الظروف وان جات دار التميم نكرم سبالها. هذا هو السيرمي لا يعرف الهزيمه لا يعرف لها طريقا. يا سلام والمضمر ايضا عبد الهادي بن حمد بن هليل والسلام يا سيرمي سلام سلام يا سيرمي سلام سلام يا سيرمي سلام. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. حياكم الله مشاهدينا الاعزاء في برنامج مع الفائزين. يسعدنا في هذه اللحظات ان نلتقي مع عبد الهادي بن حمد بن هليل مالك ومضمر السيرمي الفائز بالشوط الاول الرئيسي للزمول في السباق المحلي العاشر في اخر السباقات الرسميه. عبد الهادي الف مبروك الفوز وجعلنا مسنداي وتستاهل. الله يبارك في عمرك وتستاهل خير وعافيه. عبد الهادي وش سلاله السيرمي؟ سلاله السيرمي على البحيري امها مهجنه. نعم. ومشاركاته قبل الشوط اليوم؟ مشاركاته حصل على المركز الثاني مشرا قبل المحل التاسع حصل على المركز الثاني في المحل التاسع وقبل ايام قليله شارك في مهرجان غصر الحصن وحصل على المركز الثاني وصيف السياره وافضل توقيت بالنسبه للفتره الصباحيه. نعم. وكم نقطه اخذت اليوم؟ 4 نقاط. 3 نقاط الظهر في السودانيات 3 نقاط في السودانيات ونقطه للصيرم. اجل في شوط واحد راح عليكم في السودانيات وشو؟ شوط الاخير ركاب زمول. ما عندكم شيء فيه؟ لا ما عندنا شيء. استعداداتكم ما شاء الله طيبة. بعد الفوز بالصيرمي بهذا الشوط وين الوجه إن شاء الله؟ بإذن الله للمرموم. وبعد المرموم الوثبة؟ صحيح. وبعد الوثبة وين؟ الشحنية. بتسوي نفس البرنامج العام ولا على طول في الشحنية مقيض؟ لا نفس برنامج العام في الشحنية. نعم. نتمنى لكم التوفيق وشكرا يا عبد الهادي وجعلنا مسلم دايم وشكرا جزيلا لك. وياك وعفوا وتستاهل خير وعافية. في ديرة اخوان روضة مرحبا بالضيوف اللي من البذ جات وحطت رحالها اخواننا في الخليج مطوعين الظروف وان جات دار التميم نكرم سبالها.